سوق المواشي في مديرية المعافر محافظة تعز شاهد حال على جديد هذا العيد وأعبائه المضاعفة على كاهل المواطنين حد وصف الشارع. والله من ناحية السوق يعني كثيفة بالمواشي والمسمار، لكن المواطن لم يقدر بشراء المسمار من سبب الحصار الخانق والحروب الذي تم على محافظة تعز. انهيار للعملة، شحة في السيولة، عطالة متفشية يقابلها مجتمعة، ارتفاع حاد في الأسعار. أسعار الأثور البلدي الآن تتراوح أسعارها ما بين 600 إلى 700 ألف إلى 800 ألف لسعر الثور الواحد. فالأثور الخارجية التي كان استيرادها من 150 إلى 200 الآن تتراوح أسعارها ما بين 400 ألف إلى 450 ألف إلى 550 ألف. هذا قيمة 600 ألف. في مجتمع اعتاد الحفاظ على الشعائر والقيم الدينية والإعلاء من شأنها كما هو حال الناس في اليمن، تغدو حالة العجز عن أداء أضحية العيد همّا بالغ الحسرة وغبن كظيم. قد يكون من السهل على المراقب لما يجري في هذه المحافظة توصيف أسباب المعاناة واتساع دائرة الفقر، غير أن محاولة إقناع المواطن البسيط بعيد دون أضحية اعتاد أداءها في كل عام أمر غير يسير. أيام قليلة ويحل علينا عيد الأضحى المبارك، لكن لا شيء على الواقع يوحي بقرب هذا العيد، فالأسعار هنا فوق طاقة المواطنين في ظل انعدام مصادر الدخل بسبب الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح. فواز الحمادي، قناة بلقيس، تعز.